السلام عليكم أستاذة رضوى. يا أستاذة رضوى، السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتورة نادية، ازي أهلا حضرتك؟ وسهلا ومرحبا. يا دكتورة أنا دلوقتي متجوزة من 12 سنة، أيوة. جوزي سافر بعد سنتين، حملت بأول بنت، وبعد كده بيجي لي شهر ونص في السنة، بعد كده جبت البنت التانية. فكل مرة بقول له خدنا معاك ما بياخدناش، قعدت له أهلي وعماني علشان هم نشوف حل في الوضع ده. في الاول كان بيتحجج بظروف شغله، وبعد كده لا والله ما اقدرش، لا مش عارفه ايه، لحد من سنتين قال خلاص انا هاخدكم معايا ان شاء الله شهور الصيف او حاجه. كل تمام. مره بيوعد وما بيوفيش، لحد ما جينا السنه دي بعد الدراسه المفروض ان هو قايل ان هو هياخدنا. لقيته لما قلت له حصل بينا مشادات جامده، وصلت بينا اليمين طلاق، انت طالق. وبعد كده قال لي انا رديتك، طبعا هو في دوله عربيه فردني بالتليفون، وبعديها قال لي بعدها بشهر ده انا مش حاجز. يمين طلاق طبعا يا طول ده السنه مش ممنوع يمين طلاق يا النزول رضوى ممنوع الطلوع، لو يا نزلنا رضوى. التحكمات لابسه ايه داخله امتى، حتى لو مع اهلي. فانا زهقت واتخنقت. بعد شهر جه الشهر خلص، قال ان هو هياخدنا، برضه ما خدناش، بل بالعكس رمى عليا مره ثانيه وقال لي انت ست زنانه وبتزني كتير، فراح رمي عليا يمين طلاق تاني. وكلمت دار الافتاء هنا، قالوا لي ان هو عادي ممكن يردك عن طريق ان انا دخلتك لعصمتي ويحصل رد. فانا بس بسال انا هل كده ده طلقه ولا مش طلقه، وتاني حاجه اكمل ولا ما اكملش. انا زهقت كده من حياتي، لا لا راضي لا، مش ياخدنا ولا راضي ينزل ولا راضي يعمل اي ناخد حاجه. الامور دخلت اهله قالوا بهدوء ملناش حتى دعوه. لو هناخد قرار. انت سامعاني يا رضوى؟ انت سامعه سامعاني؟ حضرتك؟ يعني ناخد الامور بهدوء عشان في اولاد، وقراراتنا تبقى حقك انك انت تكوني في صحبه زوجك. وانا بستعجب حقيقه لبعض الازواج اللي في مكنته ان يستطيع ان يصطحب زوجته الى مكان او الى البلد التي يسافر اليها ليعمل فيها، فيقف امام ذلك الامر. شيء عجيب، يعني شيء عجيب جدا. ليه انت تتحمل انه زوجتك واولادك يكونوا بعيد عنك؟ وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام، اتمنى انه طبعا يكون هو سمعنا عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي يقول بانه اذا لم تجلس في المسجد فالزم بيتك. ده معناه ايه؟ يعني اول ما تخلص، المفترض ان الانسان مشغول في طاعات. ايه الطاعات دي؟ ما بين انك مشغول بشهود الصلاه في المسجد، وما بين الاهتمام بشؤون البيت. والحديث قد يصرفه البعض على ظاهره على انها عبادات فقط، انما المعنى ان كل شيء الانسان بيوحد فيه النظر بانه بيعمل كل شيء في حياته لوجه الله تعالى، هو في عباده. مفهوم العباده مفهوم كبير. وبالتالي أنا دلوقتي لما النبي يقول إذا لم تجلس في المسجد فالزم بيتك، معناه يعني إلزم أن تراعي هؤلاء الأولاد، إلزم بأن تتفقد أحوال هؤلاء الأولاد، إلزم بأنك تتابع بيصاحبوا مين ما بيصاحبوش مين، بيتفرجوا على إيه ما بيتفرجوش على إيه. أما أنك أنت راميهم وطالع بره عشان تجيب الفلوس، في حاجات لما بتروح الفلوس لو معاك مال الدنيا كله لا تقدر الفلوس ترجعه ولا تقدر الفلوس تعدله. فدول الكلمتين اللي انا عايزاك تحفظيهم عني تقوليهم له، وانك انت تقوليهم له بطريقه لائقه، وانا في نفس الوقت تكوني حازمه. انا دلوقتي يا اما انك تصطحبني يا اما انت تشوف لنا حل اخر، ما تجيبيش سيره الطلاق، لكن الامر يتاخد بصيغه الحزم. انا لن اطيق ان انا اعيش في مكان وانت في مكان. انا محتاجه انك تعني في امر الاولاد، والولاد بيكبروا ومحتاجين وجودك، وأريد قرار واضح، وإلا هيترتب على اللي أنا بقوله برضو قرار واضح من غير ما نغلط ولا نعلي صوتنا ولا أي شيء. وهذا حقك إذا كان في استطاعة هذا الزوج أن يصطحبك، لأنه أحيانا السيدات عايزة الفلوس وعايزة الصحبة، وبيبقاش هو قادر يعمل كده. ما هو أكيد برضو هو في غربة، يبقى قادر يوفر النفقة لكن مش قادر يوفر الصحبة. لكن طبعا أنا ببدي أنه ما يبقاش كل حاجة الفلوس، أبدي الأسرة قبل كل شيء، حتى لو هتاكل إيه هنا، حتى لو الكاد، لأن الولاد في مراحل معينة بيحتاج وجود الأب والأم الاتنين سوا مع بعض، أو على الأقل الفترات ما تكونش كتيرة، يبقى السنة كل سنة يشوفوك شهر ونص. ده يعني ما يمكنش، هتطلع أجيال عاملة إزاي دي اللي ما بتشوفش أبائها، يمكن ما يعرفش أبوه، يطلع ما يبقاش عارف أبوه، أبوه بس بيجيب البنك بتاعه اللي بيجيب الفلوس. لا، في أمور الفلوس ما بتجيبهاش، لازم من وجودك. فخلي أمورك على جهة الوضوح، وبعدين هو يروح دار الإفتاء، مش انت تروحي تسالي بالنيابه عنه، هم هيستعلموا منه بطريقه معينه. وبعدين لما يقول لك انت طالق، ده مش يمين طلاق، ده طلاق صريح. لما يقول الواحد لمراته انت كذا، ده طلاق صريح.
وإن أراده وأقر، هو مقر بذلك الأمر، وقع إن أراده، إن أراد ذلك الأمر.